بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نويت اعمل معاكم ان شاء الله بتنجان مشوي بسلطه بابا غنوج، تحفه حلوه قوي. هشويه اهوت وهعمله حلوه قوي قوي قوي. وهتشوى خلاص بالشكل ده بالطريقه دي، لما يستوي خالص بالشكل ده كده اهو ان شاء الله استوى. بعد كده نقشره وننضفه ونشوف هنعمله ازاي. اهو ننضفه اهو بطريقه سهله جدا اهو بالشكل ده الطريقه دي اهو، وهنخلصه اهو ان شاء الله سهل جدا وهوريه لكم اهو. سهل قوي اهو بالشكل ده كده، هننضفه وخلصه وهوريه لكم. وادي الحاجه هي البتنجان المشوي، ههرسه دلوقتي برضو في الكبه. وادي ليمونه وادي توم مع نص معلقه توم صغيره ونص معلقه ملح وحته ونص معلقه هريسه وقرن فلفل رومي بس، هي دي المقادير. والخل وحبه خل ومعلقتين خل، معلقتين خل ومعلقتين طحينه هنحطهم. نفرم الاول الحاجه وبعد كده ايه نقلبها مع بعض. حطينا الدقه والخل والليمون اهي بالشكل ده، حلوه قوي جميله جدا. بعد ما فرمتها تفرميها في الكبه براحتك، عايزه تعمليها بالشوكه كده براحتك اهو. بعد كده هنصب حبه، ممكن تاكلي منها كده اهي، والتانية تحطش عليها الطحينة. حطيت عليها الطحينة اهي اهي بالشكل ده، دي بقى بالطحينة اهي، تحفة 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 وطعمها عسل عسل. تتاكل على السحور، تتاكل على الفطار، في اي وقت، حلوة قوي بالشكل ده اهو. خلصت خلصت خلاص، سهلة جدا. وهي بالنهاية هي خلصت بالشكل ده، حلوة قوي جميلة. بقى ممكن تحطيها جنب لحمة باردة، تحطيها جنب كفتة مشوية، تحطيها جنب أي حاجة، حلوة قوي قوي قوي. وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا.